لكن لو هنتكلم على سلاح زي سلاح الطيران، كانت كفاءة أو حداثة السلاح اللي موجود للطيران لا تضاهي الطيارة الفانتوم مثلا الإسرائيلية اللي كانت موجودة، وهنا كان الأمر يعتمد على كفاءة المقاتل المصري. بالمناسبة، بمناسبة ذكر الطيران، بس أحب يعني في إطار نتذكر شهدائنا، نتذكر النقيب طيار عاطف السادات شقيق الرئيس أنور محمد السادات. أنور السادات نعم. كان من أول شهداء سلاح الطيران في 6 أكتوبر 73. سلاح الطيران المصري، وهنا يجب يعني طبعا نتذكر الدور اللي قام بيه الرئيس الراحل حسني مبارك لما كان مدير الكلية الجوية، صحيح، ثم كان هو قائد سلاح الطيران في حرب 73. فيجب أن نعترف ونعترف بالدور الكبير اللي قام بيه. حضرتك قلت طبعا أمريكا زودت الفانتوم اللي هي أساسا الأف فور، الأف أربعة، مقاتلة أربعة، من أحدث المقاتلات في الجيل ذلك الرابع، الوقت. وإحنا كنا بنتعامل بالجيل الأول. لكن هي زودت إسرائيل بالفانتوم ده خلال حرب الاستنزاف، لأن القوات المصرية خلال حرب الاستنزاف كبدت القوات الإسرائيلية على الضفة الشرقية من قناة السويس خسائر بشرية فادحة وخسائر في المعدات. فالولايات المتحدة الأمريكية لكسر الإرادة المصرية بدأت تزود إسرائيل بالفانتوم الأفور، لكن الحائط الصواريخ سام 6 أبطل مفعول الفانتوم خلال عملية الاقتحام. وحتى 17 أو 18 19 أكتوبر الطيران الإسرائيلي ما كانش قادر يقوم بتدمير أو بشن هجوم على القوات المصرية في الضفة الشرقية. لكن احنا استطعنا بالتخطيط، احنا حضرتك يوم السبت 6 اكتوبر 73 الساعه 2، من الساعه 2 ل 2 ونص كان في حاجه اسمها التمهيد النيراني. التمهيد النيراني دوت كان بيعتمد على سلاح الطيران سلاح الجو المصري بيدمر كل المواقع الخلفية لإسرائيل اللي هي قوات الاحتياطي بتاعهم في عمق سيناء. وفي نفس الوقت دوت خلال النص ساعة دي سلاح المدفعية للجيش الثاني كان بقيادة المشير الله يرحمه محمد، كان ساعتها طبعا العميد محمد عبد الحليم أبو غزالة، مدفعية الجيش الثاني ومدفعية الجيش الثالث ساعتها كان قائدها اللواء أركان حرب منير شاش. نص ساعة حوالي 2500 مدفع بيدمر خط بلاف. فحضرتك احنا استطعنا خلال النص ساعة دي سلاح الطيران من جانب وسلاح المدفعية للجيش الثاني والجيش الثالث من جانب آخر، ان احنا اولا نحيد الاحتياطي الإسرائيلي اللي متمركز خلف حائط برلاف، واستطعنا ان احنا ندمر النقاط الحصينة اللي كانت حضرتك على خط برلاف. وخط برلاف ما كانش بس نقاط حصينة، يعني ممكن نتكلم كتير معه. لكن عموما حضرتك الدرس اللي ممكن نطلع بيه من حرب اكتوبر ان النصر انتصار مصر وانتصار مصر في حرب اكتوبر ده كان جاء في اطار تضامن عربي ومساندة عربية سياسية، صحيح، وعسكرية ومالية ومعنوية. واستمرت هذه المساندة لأنه العالم العربي في ذلك الوقت كان بينظر إلى مصر إن مصر هي ضمير الأمة العربية، هي اللي بتدافع عن مصالح وحقوق الأمة العربية، هي اللي بتدافع وهي حائط الصد أمام، صحيح، التوسعية والعدوانية الإسرائيلية.